انا من حق اعرف مين اللي اخترع حاجة اسمها الكلاسمو. يعني بيبقى المدرسة فيها كل وسائل التواصل ما بين أولياء الأمور والإدارة. ايه لازم الكلاسمو؟ انا محتاجة حد يعرفني الجوب تايتل والمهام الجسيمة اللي بتقوم بيها الكلاسمو. والله يعني دلوقتي ما يبقى في ايميلات وفي تليفونات وفي كلاس دوجو وفي كل حاجه، ايه بقى لازمه الكلاس مام؟ ليه بتكلم في الموضوع ده؟ في عندي 2 كلاس مام، تمام، او واحد لسلمى في فصل سلمى وواحد في فصل كريم. اللي في فصل سلمى يعني ري حبيبتي جدا. ليه بقى؟ مع اني ما شفتهاش في الحقيقه ولا مره، بس ديسنت جدا، متعاونه جدا، لطيفه جدا. ما فيش بقى نظام الرؤوسيه، يعني ما فيش، هي مش مديره الفصل، يعني مش مديره بتاعتنا تقول لنا اعملوا ايه ما تعملوش ايه. لا دي لطيفه جدا حقيقي، نسمه، تمام. اون ذا اذر هاند اللي في فصل كريم مطفحانه الدم كلنا، يعني ما فيش حاجه بيرسونال بيني وبينها، ما نعرفش بعض برضه، متقابلناش بسبب ظروف الكوفيد وكده، ما كانش في اي سيليبريشن او اي حاجه في المدرسه تجمع اولياء الامور مع بعض. خصوصا ان انا في يعني نقلت المدرسه دي في فتره الكوفيد اصلا. يعني عارفين يا جماعه، الحاكم بامر الله، اللي هو كن فيكون، اللي هو ش كل كلامها معانا كده، ما حدش يتكلم، كل ما حد يفتح بقه يكلم وسؤال عادي، يعني سؤال عادي او استفسار او كلام عادي في صميم شؤون المدرسه والسكول لايف، يعني فاهمين، مش حاجه ما بنتكلمش عن الطبيخ او بنتكلم عن الكوره او بنتكلم، ما بنتكلمش في اي حاجه خالص خارجيه. تقوم رسلنا رسه الرولز، عملنا في رولز كده انه ممنوع 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 ممنوع، فلدرجه ان احنا نقرا ممنوعات يمكن نشوف فبنشوف الممنوعات بنقراها عشان خاطر نشوف احنا يعني الناس قالت ايه غلط فما نكررهوش. بنلاقي ما فيش، لدرجه ان احنا فعلا بنسالها سؤال هي بتفكر انه سؤال تهكمي، بس احنا بنسال بجد، هو احنا قلنا ايه غلط او عملنا ايه غلط عشان خاطر تنزل لنا الليسته دي والتهليل بقى؟ لو اللي هيكرر الخطا تاني، اول مره انذار، تاني مره طرد. والله احنا لو بنلعب في كاس الامم الكلاسيه كاس الأول المدرسية مش هيبقى الرز. والله يعني بجد. فالمهم ايه، فظيع. كل ما نتكلم يعني احنا بنحاول نبقى فريندلي مع بعض اولياء الامور، كلنا هي في ناحية واولياء الامور في ناحية تانية، لا احنا طايقينها ولا هي طايقانا، بس عارف على طول بقى مناوشات مناوشات مناوشات. مشكلة ان انا يا جماعة يعني ايه، فترة الكوفيد دي الاونلاين تعبتني جدا جدا، فترة الاونلاين دي تعبتني جدا نفسيا وعصبيا وجسديا وكل حاجة. فما صدقت ان احنا نرجع تاني لحياة طبيعية، فمش مش كمان هقضيها مشاكل وخناقات، فبكبر دماغي جدا وبطنش جدا جدا جدا، مع ان انا ببقى بقرا الكلام وعايز اجيبها من شعرها كده اخبطها، بس اقولها بت تتكلمي كده يا بت، واحنا بنشتغل عندك ولا ايه؟ ازيك زينا؟ ده منصب شرفي، منصب تطوعي، يعني تطوعي، بس اموت واعرف بيختاروهم على اساس ايه، لان كل سنه هي نفسها ما بتتغيرش. طب يعني ايه، يعني اللي هو ايه الديكتاتوريه دي؟ ما يتعملوا بتاع ده فوتس او يعني فوتينج وحاجات كده، يعني ايه في ايه؟ ولا هي بالوراثه ولا ايه؟ انا مش فاهمه والله. فالمهم اخر موقف عملته كل حاجه، لا منعنا النقاش حتى في امور عاديه، اللي هو النهارده بي ايه ولا لا، النهارده جدول ولا لا، تحس ان هي، وبعدين هي المفروض من مهامها الرئيسيه ان هي توصل كل المعلومات اللي بتحصل، يعني النهارده في حاجه زياده، هي وظيفتها انها كل وظيفتها في الحياه ان هي توصل كل المعلومات من المدرسه لاولياء الامور. يعني مثلا مع ان نفس الكلام ده بيوصل عن طريق الايميل او بيوصل عن طريق الكلاس دوجو كده، فهي وسيله اضافيه للتواصل، مش تواصل، للتوصيل، يعني احنا ما بنتواصلش عن خلال التوصيل. فلو في لو في ايفنت، لو في حاجه النهارده زياده، لو في رحله، لو في حاجه مطلوبه، اكتيفيتي، وركشوب، حاجات كده يعني، فهي جاست ريمايندر، يعني هي ده وظيفتها في الحياه ان هي ريمايندر لينا، تمام. وبلس ان هي تمام حالاتها دي ما بتقومش بيها، يعني موست اوف تايم انا اللي ببقى اكتف على الجروب وايه، واقوم واخده يا جماعه ده سكرين شوت، ده المدرسه بعتت الايميل الفلاني، ده الاعلاني، ده النهارده في كذا، النهارده في كذا، النهارده في كذا. واللي بيحرق دمها اكتر بقى ان هم الناس بتشكرني، انا مش بشكر في نفسي، انا بقول لكم اللي بيحصل، انا اكتف على الحاجات دي قوي، ببقى مركزه جدا في الامور بتاعت المدرسه دي.
فالفكره ايه؟ ان انا بفكر نفسي معاهم، فاهمين؟ يعني انا اي حاجه بتحصل في المدرسه بقوم مسجلها عندي على الكالندر، فما يحصل الالارم بفكرهم انه يا جماعه بكره في كذا، بكره في كذا، بكره وهكذا. فهي بقى ايه؟ مقيره، يعني اللي هي حطاني على راسها وزعقه بقى، تمام؟ هي مش طايقه حد اصلا بس سبيشالي مي يعني. فقابلتها النهارده في المدرسه بالصدفه، انا عارفاها كشكل انا عشان عرفتها من بنتها يعني، بس ما بحاولش احتك بيها نهائيا نهائيا ولا اجتمع معاها في اي مكان خالص. اعصابي والله ده من باب، مش من باب ان انا عايزه اعملها وحش، لا، انا بنقى بنفسي لو اعتزل ما يؤذيك، اعتزل ما يؤذيك. انا ماشيه بالماده ده في الحياه، في كل الحياه يعني من فتره. فالنهارده للاسف كانت اضطريت، يعني موقف اضطريني ان انا ايه اتكلم على يعني اسلم على التيتشر وهي موجود. فبتقول لي ما قلت لها هاي هاو ار يو، قالت لي انت مامت مين بقى؟ قلت لها انا مامت كريم. فبتقول لي انت مامت مين؟ قلت لها انا مامت كريم. فالابتسامه بقى لها اوكي ويلكم نايس تو ميت يو، وشها اتغير 180 درجه. اه والله كنت عايزه اقول لها يا بنت بس انبسطت ان هي كده. اه هي مش طايقه نفسها اصلا، كل شويه تقول لنا ايه انا بعمل عمل، ما حد يعتمد على تصرفاتها، انا بعمل عمل تطوعي واي هاف تودلر. حبيبتي إيه مش عاجبك او شايفه ان انت بتعملي لله وللوطن ومفيش مقابل، إيه ما تعتزلي المهام الصعبه، اعتزلي المنصب الشرفي. وانا عندي طفل، طب ما كلنا عندنا عيال. انا مش فاهمه يعني، تعبانه ومرهقه ومش قادره اقول لهم يا جماعه انا اسفه مش هقدر اكمل، لكن لا، انت حابه احساس السلطه يا جماعه، عامل لها دماغ احساس ان هي حست احساسكم يا جماعه ان هي بصي رئيس المساعد والله يا جماعه حسسكم ان هي بصوا بتدي اوامر اللي هو قائد كتيبه الامهات بتدي اوامر كانها سياده المقدم، سياده العقيد، سياده الجنرال مانجر اوامر، مفيش اكسكيوز مي، مفيش حاجه كايندلي، مفيش بليز، مفيش الاسلوب، لا 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 لا، امر اسلوب هزباله. ما تبقاش غير كده اللي هو حبيبتي احنا لو بنشتغل عندك هتعملينا احسن من كده. المهم انا بكبر لها والله والله، انا حاططها في دماغي مش عايز اقول لكم هيحصل ايه، بس الفكره انه ايه، انا السنه بتخلص وانا مرهقه اوريدي وعندي مشاكل كتيره في الحياه، في اللي هو ايه بشوف الرساله بتاعتها استغفر الله العظيم يا رب، وبقوم قافله الجروب. يعني كرهتنا في الحياه. على الناحيه الثانيه على الجروب تاني بتاع سلمى، الحياه سو لافلي، جميله منعشه، والكلاس مام دي لذيذه جدا وبتهزر وبتضحك وحبوبه الى اقصى درجه، وكلنا بنموت فيها وبنحبها. هي عارفه نفسها لانها بتتابعني اساسا باي ذا وي، انا بحبك جدا والله، بس يعني ايه اللي هو ما بحبش احرج حد كده واقول اسمه يعني، فاللي هو بس هي عارفه يعني ان انا بحبها، وانا قلت لها قبل كده قدام الفصل كله، فاللي هو قلت لها انت احسن كلاس مام شفتها يعني، وانا بحب فيها على العلن عادي لان هي تستاهل كل خير والله. فبجد نفسي يعني يا جماعه تنقرض هذه الظاهره، لانه زي فيها حلو فيها وحش، بس انا مش شايفه برضو انه شايفه ان هو لود عليهم ملوش اي داعي، وفي نفس الوقت في ناس لا تقدر، يعني في ناس زي ما تقول كده، في ناس بتعملها بطيب خاطر وبطيب نيه ومتعاونه، وفي ناس لا. بس والحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، السنه بتخلص اهي وكفايه اول حد كده. اه والله كفايه قوي.